الثالثة عصرا في القاهرة، هذه نشرة إخبارية جديدة ومفصلة ونبدأها بالعناوين. الصحة الفلسطينية تطلق تحذيرا من موت يهدد عشرات المرضى من مستشفى أو في مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاذ الوقود. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 17 وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. نبدأ بتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مدينة رفح الفلسطينية بكثافة فيما يبدو تمهيدا لتوغل أعمق. أضاف مراسلنا أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز بمحيط بوابة صلاح الدين في شرق مدينة رفح الفلسطينية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 8 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، وسقط 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال نازحين خلال خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. في جباليا أعلنت هيئة الدفاع المدني انتشال جثامين 6 شهداء من الفلوجة إثر قصف إسرائيلي أسقط كذلك 6 مصابين. طالبت وزارة الصحة الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان. حذرت الصحة الفلسطينية من أن عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاذ الوقود بالمستشفيات، وأضافت أن الخدمات الصحية ستتوقف خلال ساعتين في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاذ الوقود. هذا واقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في جباليا وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته واعتقال أحدهم بعد حصار دام 4 أيام. أفادت مصادر طبية بأن المتبقي في المستشفى 14 موظفا رفقة 11 مصابا ومرافقين رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى، كما أكدت خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية بالقطاع. ينضم إلينا من غزة أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أستاذ أمجد أهلا وسهلا، هل يمكن أن تصف لي هل لديكم رصد بالأوضاع الإنسانية ما حدث في المنظومة الطبية في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة؟ يعني مساء الخير. الأوضاع تزداد بأسوية وصعوبة وكارثية بمعنى الكلمة في مختلف أنحاء قطاع غزة، بشكل أخص في غزة والشمال حيث خروج مستشفيين تبقيا
ضمن المنظومة الطبية، ومستشفى كمال عدوان، وأيضا مستشفى العودة اللذين تعرضا خلال الأيام الماضية لعملية حصار وأيضا عملية اقتحام قبل وإطلاق نار وقذائف باتجاه هذين المستشفيين. اليوم يعني هناك سنشهد أيضا مصيبة كبرى في غزة، في غزة والشمال، في ظل عدم وجود مستشفيات كما حدث مع مجمع الشفاء الطبي الذي تحول إلى مقبرة جماعية أو مقابر جماعية بفعل الاحتلال، بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإعدامات الميدانية التي مارسها الاحتلال خلال اقتحامه مرتين لمجمع الشفاء الطبي. أيضا مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي تم العثور على عدة مقابر جماعية وتم تدميره بشكل كامل. الآن مستشفيات رفح جزء منها، أبو يوسف النجار خرج عن الخدمة في ظل عمليات القصف الإسرائيلية وعمليات الاجتياح التي قام بها لمدينة رفح، وهناك تهديد لما تبقى من منظومة طبية في مدينة رفح في ظل ازدياد أعداد الجرحى والشهداء. وأيضا لابد من الإشارة إلى هنا أن هناك تقريبا 20,000 جريح ومريض بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة لصعوبة وضعهم الصحي هنا، ونفاذ الأدوية وعدم قدرة الجهاز، ما تبقى من الجهاز الطبي للتعامل مع حالتهم، فهم بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة. الأمر الذي يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق القطاع الصحي وبحق المرضى وبحق الجرحى. ما يحدث أيضا من نفاذ الوقود من خلال إغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح ومعبر كرم أبو سالم، ومنع دخول الوقود إلى المستشفيات. هذا سيؤدي إلى طبعا مأساة كبرى بالنسبة للمرضى المرتبطين بأجهزة تنفس وأجهزة طبية تعتمد على الكهرباء من خلال مولدات الطاقة التي تحتاج إلى وقود. أمور تتجه إلى مزيد. طيب يا أستاذ أمجد، هنا السؤال، عندما تخرج مستشفى عن الخدمة، عندما يحاصر الاحتلال مستشفى، أين يذهب الجرحى والمصابين؟ يعني هذا سؤال كبير جدا، وهناك وفيات لم تسجل حتى الآن من مرضى مزمنين، من جرحى قضوا جراء عدم القدرة على الوصول للعلاج للعلاج أو لغرفة عمليات كما يحدث في غزة. وللأسف هذا سيتكرر المشهد في مستشفى شهداء الأقصى أو مستشفيات رفح. هذا الأمر بالغ الخطورة ويهدد حياة المرضى بشكل، والجرحى الذين يزدادون عددا يوميا. هناك عشرات الجرحى الذين ينضمون إلى قائمة من يحتاجون للعلاج الطارئ والعلاج ضمن غرف العمليات التي تحتاج إلى مولدات كهربائية وأجهزة الطاقة. الأمر بالغ الخطورة. أيضا متابعة حالة هؤلاء هي من خلال الأطباء الذين يقومون بدور حيوي ضمن الإمكانيات المقدرة. أيضا حتى ثلاجات الموتى التي تحتاج إلى طاقة، الشهداء بعدد كبير منهم موجودين في الثلاجات تمهيدا لدفنهم. هذا أمر خطير جدا وبشع. في نفس الوقت ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي هو ضرب لكل المواثيق والمعاهدات الإنسانية والقيم حتى الإنسانية، ليس فقط الاتفاقيات والمعاهدات والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية في شهر فبراير الماضي فيما يتعلق بجريمة الإبادة. إسرائيل لم تحترم أي من التدابير العشرة. اليوم نحن في خطر أكبر وأكبر، والكارثة تزداد سوءا في ظل ما يحدث بشكل خاص من توسيع لعملية الاجتياح في رفح وأيضا في غزة والشمال، وأيضا بحق موضوع النازحين وهو موضوع كبير جدا في ظل طبعا نفاذ الوقود ونفاذ المواد الغذائية. نحن نتحدث أننا دخلنا مرحلة متقدمة من المجاعة التي سيدفع ثمنها الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من أطفال ونساء وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين ومرضى وجرحى بحاجة إلى الغذاء وبحاجة أيضا للمياه. هذه المياه سواء مياه الشرب أو مياه الاستخدام اليومي التي تحتاج إلى وقود لتشغيل المولدات أبار المياه أو محطات التحلية. الأمر خطير للغاية. إذا ما استمر سنكون أمام مشهد مأساوي غير مسبوق. طب أستاذ أمجد، هل لا تزال هناك أطقم طبية قادرة أصلا على مواصلة عملها؟ لا يزال هناك ممرضين، أطباء، سيارات إسعاف؟ يعني دعينا نحيي هؤلاء الأبطال الحقيقيين على الأرض الذين يعملون بكل ما لديهم، منهم الكثيرين لم يغادر المستشفيات ونقاط الطبية
الموجودة من أجل تقديم ما يمكن تقديمه برغم قلة الإمكانيات والتحديات والمخاطر التي يواجهونا والاستهدافات. الجميع طبعا شاهد عملية استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات، وهناك معتقلين من الطواقم الطبية تم اعتقالهم، وهناك الطبيب البرش الذي استشهد داخل معتقلات الاحتلال في ظل التعذيب الشديد الذي تعرض له، وهناك عديد من الأطباء الذين لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أطباء لم يعرف عنهم شيئا حتى الآن، اختفاء قصري جدا، الإمكانيات قليلة، ولكن هؤلاء الأطباء والطواقم الطبية تعمل بكل ما أوتيت من ما من لديها من أجل إنقاذ حياة الناس، ولكن الأوضاع تتجه المزيد من الأسوأ من السوء في ظل أولا صمت المجتمع الدولي وفشل المجتمع الدولي من خلال هذا الصمت بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام المبادئ والأسس التي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان. طيب أستاذ أمجد، أخيرا، هل تزال وكالة الأونروا قادرة على تقديم أي مساعدة، قادرة على تقديم أي مساعدات إغاثية طبية، يعني هل هي قادرة على مواصلة عملها أم كيف يبدو الوضع؟ الوضع أيضا جدا مأساوي في ظل طبعا التحريض الإسرائيلي المستمر على الأونروا، وهناك طبعا قرابة 200 شهيد من موظفي الأونروا من العمال الإغاثة التابعين للأونروا، وأيضا حجم الضغط على الأونروا والإمكانيات القليلة المتوفرة لديها. الأونروا هي العمود الفقري في العمل الإنساني في قطاع غزة، لديها مراكز اللواء المنتشرة سواء المدارس التابعة لها، وهي مكتظة بالنازحين، والأونروا تحاول تقديم ما لديها ولكن قليل جدا. الأونروا بالأمس حذرت من نفاذ الأدوية في عياداتها المنتشرة، مما يعني أن أوضاع هؤلاء النازحين الذين تتعامل معهم الأونروا ستزداد صعوبة، وبخاصة المرضى الذين يعتمدون على ما تقدم الأونروا من علاج طبي، وأيضا المواد الغذائية التي تتناقص تتناقص لدى الأونروا ولدى غيرها، فبالتالي هذا هناك اعتماد كامل على هذه المساعدات القليلة أصلا، فبالتالي مزيد من التناقص على هذه المساعدات، يعني أننا دخلنا أيضا هذه المرحلة الصعبة جدا من الواقع الإنساني سواء على الصعيد الصحي أو البيئي. والأونروا أيضا تحدثت عن انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض، وهذا بسبب أولا الاكتظاظ وبسبب الظروف الإيواء الصعبة التي يعيشها النازحين الفلسطينيين، وأيضا بسبب توفر الإمكانيات سواء الطبية ومستلزمات اللواء المناسب. نحن في فترة الصيف والجميع يعلم واقع من يعيش في خيام من البلاستيك والقماش في ظل هذه الأجواء الصعبة، وأيضا انتشار مصارف الصرف الصحي بين خيام النازحين، مما يعني أيضا الكارثة البيئية التي ستؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر وبشكل أكبر مما كان. الأوضاع كارثية على جميع المستويات. أنا بشكرك طبعا، كنت معنا من غزة أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا لك على هذه المعلومات وهذه المداخلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري بجنوب قطاع غزة لليوم 17 على التوالي، وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى عرقلة سفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصر. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا. في بيان له، أكد القنوع أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاق معبر رفح خلال العملية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى أن العدوان على رفح الفلسطينية أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية نتيجة منع دخول المساعدات، بالإضافة إلى حرمان الفلسطينيين من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.
وفي ظل استمرار إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم من قبل قوات الاحتلال، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن عدم فتح هذه المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لوصول آمن ومستدام للمساعدات من أجل منع حدوث مجاعة خاصة في مناطق شمال القطاع. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شريان حياة لا غنى عنه في قطاع غزة والمنطقة، كما أوضح أن جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها للوكالة. أضاف بوريل أن الأونروا لا تزال في وضع مالي حرج، مشددا على ضرورة زيادة دعم الوكالة الأممية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة. الآن نتحول إلى نافذة خاصة مع الزميل همام مجاهد من أمام معبر رفح من الجانب المصري. همام، أهلا بك معنا، وهذه نافذة تفتح معك الآن ومعك طبعا شبكة من مراسلين، تفضل. شكرا جزيلا لك آية. بالحديث عن المساعدات الإنسانية، فإن الأراضي المصرية بجوار وخلف معبر رفح من الجانب المصري مكتظة بالعديد بمئات من الشاحنات الإنسانية التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وصحية وطبية، كان من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، لكن هذا هو اليوم 17 على التوالي التي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلية غلقا كاملا ومحكما على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم، هذان المعبران اللذان كان يستخدمان بشكل كبير وشكل رئيسي في إدخال المساعدات ونفاذ هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة بحكم العمليات العسكرية التي تجريها وتقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الفلسطينية لمعبر رفح وحتى معبر كرم أبو سالم، فإن هذا المعبر يظل مغلقا حتى هذه اللحظة بالنظر وقياسا بما تعانيه وما يعانيه سكان قطاع غزة من مجاعة ومن كارثية في الأحوال الإنسانية والصحية والمدنية وما إلى ذلك. على أي حال، هذه المساعدات لا تزال تبقى هنا في الجانب المصري أملا في النفاذ إلى داخل قطاع غزة. وأنت ذكرتي في مجمل أخبارك ما يتعلق بالحجم الكارثي للأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، سواء من الأونروا أو حتى من السلطات الفلسطينية داخل القطاع، أو حتى ما نشاهده في الفيديوهات وفي ربما على وسائل التواصل الاجتماعي من مجاعة محققة وكارثية في قطاع غزة، ذلك على المستوى الإنساني. لكن في هذه النقطة أيضا، على الرغم من أن القوات الأمريكية قالت أنها أنشأت رصيفا بحريا في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، لكن بحسبة بسيطة وبما أعلنته أيضا السلطات الأمريكية والجيش الأمريكي من أنها أدخلت قرابة 570 طنا من المساعدات الإنسانية خلال 5 أيام، والأرقام كانت على لسان الجيش الأمريكي من يومين تقريبا، فإن حجم هذه المساعدات لا يصل إلى 30 شاحنة قياسا بما كان يدخل إلى قطاع غزة من معبر رفح، وهذا العدد خلال 5 أيام فقط في قطاع غزة. كان يدخل في اليوم الواحد هنا من معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم حوالي من 200 إلى 250 شاحنة لقطاع غزة، وبالتالي ذلك لا يمثل سوى أقل من 15% تقريبا مما من حجم المساعدات التي كانت تدخل يوميا من الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة، وهو ما يدعو ويلح في إعادة واستئناف فتح معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ووقف العمليات العدائية والعسكرية والعدوان الإسرائيلي داخل قطاع غزة من الناحية الشرقية في معبر رفح وانسحاب القوات الإسرائيلية، كما تطالب مصر وكما تطالب ربما المنظمات الدولية انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها العسكرية داخل معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذا ما يتعلق بالشق الإنساني وشق المساعدات الإنسانية. ما يتعلق بالشق العسكري، فإن الطيران الحربي نستمع إليه في هذه الأثناء، وأنا أتحدث إليك، الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق في سماء مدينة رفح من الناحية الفلسطينية، يقوم بقصف أهداف يعتبرها أهداف تتبع وتخص الفصائل الفلسطينية في الناحية الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل. بالأمس كان هناك قصف مدفعي عنيف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الناحية الشرقية لمدينة رفح، ربما وصل هذا القصف أيضا إلى وسط مدينة رفح تحديدا إلى مخيم الشابورة، وربما الناحية الشرقية
الشرقية من مخيم الشابورة هي النقطة التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولتها للتوغل إلى داخل وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة طبعا إلى التمركزات التي ربما تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني. اشتباكات عنيفة كانت تدور خلال نصف ساعة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وبين قوات الاحتلال في محور صلاح الدين أمام بوابة صلاح الدين من الجانب الفلسطيني في معبر رفح. وهذا المعبر أو هذا التمركز، تمركز قوات الاحتلال في هذه الناحية، هو دائم الاشتباكات بين قوات الاحتلال وبين الفصائل التي دائما ما تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في هذه الناحية. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن صفارات الإنذار دوت ربما في الناحية الإسرائيلية من معبر كرم أبو سالم في الأراضي الإسرائيلية، وهكذا يقول الجيش الإسرائيلي. ربما ذلك نتيجة للقصف أو قصف الفصائل الفلسطينية واستهداف الفصائل الفلسطينية للتمركزات العسكرية الإسرائيلية الواقعة والمتمركزة في هذه الناحية من معبر كرم أبو سالم من الناحية الإسرائيلية أو حتى من الناحية الفلسطينية. ذلك طبعا بالإضافة إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات عسكرية مكثفة في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى مخيم جباليا في المحافظة الشمالية. على أي حال سنتوقف عندما يحدث في قطاع غزة وردات الفعل سواء في القدس المحتلة أو ما يحدث في الضفة الغربية أو في الجانب اللبناني والجبهة الشمالية لإسرائيل، مع عدد من مراسلين المنتشرين. أرحب بهم جميعا، الزميل يوسف أبو كويك ينضم إلي من خان يونس في قطاع غزة، أيضا الزميلة دنا أبو شمسية تنضم إلي من القدس المحتلة، تنضم إلي ولي السلامين من رام الله. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الزميل يوسف. أهلا بك يوسف، آخر النقاط التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح. قوات الاحتلال أو وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن أن هناك ربما عمليات عسكرية أو وصول لقوات الجيش الإسرائيلي إلى مخيم الشابورة القريب من وسط مدينة غزة. في الحقيقة حينما نتحدث عن ما يجري في الميدان، الاحتلال الإسرائيلي لم يصل إلى منطقة الشابورة كما روجت بعض وسائل الإعلام العبرية، وإنما الاحتلال الإسرائيلي اتجه نحو المنطقة الجنوبية الشرقية من مخيم يبنى، وتمركز الآليات الإسرائيلية على مقربة من بوابة صلاح الدين تسمح لهذه الآليات ناريا بأن تسيطر على المنطقة الجنوبية الشرقية من الشابورة، لكن الآليات الإسرائيلية لم تصل حتى إلى منطقة دوار العودة أو حتى دوار النجمة الأقرب إلى مخيم الشابورة. الاحتلال الإسرائيلي بالفعل تقدم باتجاه عبر ما يسمى. طيب يوسف، ما يحدث في باقي؟ نعم تفضل. نعم، هو تسلل من منطقة حي البرازيل تحت ساتر ناري كبير وتمهيد من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى المدفعية التي استهدفت أكثر من منطقة في مدينة رفح، ووصل إلى بوابة صلاح الدين وتمركزت هناك الآليات الإسرائيلية. لكن الحديث عن أن اللواء 401 يعمل في منطقة بوابة صلاح الدين وفي منطقة الشابورة هو في إطار الدعاية الإسرائيلية الممارسة للتأثير على الجبهة الداخلية، لكن حتى هذه اللحظة أؤكد لك أن الاحتلال لم يصل إلى منطقة الشابورة. القذائف نعم تطال منطقة الشابورة وتطال ما بعد منطقة صحيح. الشابورة، لكن أنا أتحدث عن جنود المشاة أو الآليات الإسرائيلية لم تتوغل في منطقة الشابورة، إنما التمركز الآن للآليات الإسرائيلية يقتصر عند بوابة صلاح الدين وفي المناطق الشرقية من حي زينة وحي السلام، وكذلك تمركز في منطقة السنور حي البرازيل، والتوغل الأول في الأساس بدأ من منطقة الشوكة. فيما يتعلق بحي البرازيل أيضا، وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن أن قوات الجيش الإسرائيلي استولت تقريبا أو تقدمت ناحية حي البرازيل، ولربما استولت على هذا الحي بشكل كامل، هذا الحي من الناحية الشرقية الجنوبية لمدينة رفح على الحدود المصرية. بالفعل الاحتلال الإسرائيلي توغل وهو وصل إلى بوابة صلاح الدين عبر حي البرازيل، لكن هناك يعني نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، لأن المشاهد التي وثقتها بالأمس المقاومة الفلسطينية عبر تسجيلات مصورة لاستعداد الآليات الإسرائيلية وكذلك الجرافات، كل هذه المشاهد كانت في حي البرازيل، ما يعني أن الاحتلال عبر من خلال حي البرازيل، لكن لا يوجد لحد هذه اللحظة تمركزا أو توفرا لنظرية الأمن التي يحاول أن يخلقها الاحتلال لتواجد جنوده في هذه المنطقة. منطقة البرازيل منذ عدة أيام وهي تشهد قصفا مدفعيا عنيفا
وكذلك أغار طيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات على الأحياء الغربية من حي برازيل ليمهد لهذه الأليات الوصول إلى بوابة صلاح الدين. لكن ما زال يسمع ما بين صينة وأخرى أصوات الاشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال وآلياتها التي توغلت صحيح. عبر هذا المحور باتجاه بوابة صلاح الدين. هذه الاشتباكات تدور رحاها خلال نصف ساعة الأخيرة. استمعنا إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والأسلحة النارية بين قوات الاحتلال والفصائل قبل نصف ساعة أو أقل من هذه اللحظات من أمام بوابة صلاح الدين من ناحية الفلسطينية طبعا لمعبر رفح على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية وقطاع غزة تحديدا. فقط يوسف دعني أنوه إلى ما نشاهده الآن للقطات لضحايا من الأطفال نتيجة القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، هي طبعا واحدة من بين عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة من بينهم الأطفال والسيدات وكبار السن وكافة الفئات والقطاعات التي يستهدفها أو تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا تفرق في الحقيقة بين المقاتلين من الفصائل الفلسطينية وبين الضحايا من المدنيين، لا سيما الأكثر هشاشة في قطاع غزة الأطفال والسيدات وكبار السن وما إلى ذلك. مخيم النصيرات أيضا يوسف كان من بين أحد المحاور محاور التقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى، فيما يبدو في الساعات الأخيرة كان أيضا مخيم البريج، أليس كذلك؟ في المنطقة الوسطى الاحتلال اقترف فجر هذا اليوم مجزرة بحق عائلة جرى استهداف منزلها فشطبت من السجل المدني بعدما استشهد الرجل وزوجته وستة من أطفالهم، بمعنى أن العائلة بأكملها جرى شطبها من السجل المدني. ما يجري في أقصى المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمحافظة الوسطى بات أمرا يوميا، لا أقول معتادا وإنما يتكرر على مدار الساعة، يتمثل بإطلاق الآليات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشمالية لمنطقة المغراقة ومنطقة الزهرة، إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة وكذلك القذائف المدفعية باتجاه المنطقة الشمالية والمحيطة بمحطة توليد الكهرباء، إضافة إلى بعض القذائف التي تطلق صوب الأراضي الزراعية في منطقة أرض المفتي وإلى الشمال الغربي من المخيم الجديد في النصيرات. كل هذه المناورات الإسرائيلية بالأساس ترمي إلى منع وصول المقاومة إلى هذه المناطق التي يتم من خلالها استهداف محور نتساريم الذي تعرض في أكثر من مناسبة لإطلاق قذائف الهاون من هذه المناطق ومن أيضا المناطق الجنوبية لمدينة غزة. لذلك الاحتلال حينما قام بعمليته البرية التي استهدفت ما قال إنها ضواحي مخيم النصيرات كان الهدف الرئيس منها ومنع إطلاق القذائف نحو محور نتساريم، لكن في كل يوم هناك إطلاق نار تتعرض له المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، إضافة إلى إطلاق لبعض القذائف المدفعية وبشكل متقطع غالبا ما تستهدف المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. بالعموم كل المنطقة الشرقية من قطاع غزة، وهنا أتحدث بالتحديد عن مخيمات المحافظة الوسطى البريج والمغازي ومنطقة دير البلح، المناطق الشرقية منها في كل يوم تتعرض لإطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية وكذلك الأبراج العسكرية المنتشرة على طول السياج الشائك شرق القطاع. أخيرا يوسف، الاحتلال الإسرائيلي يقول أن فرقته 98 لا تزال تعمل في مخيم جباليا، آخر التحديثات فيما يتعلق بالمعارك الجارية هناك؟ بالفعل يمكن أن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي أحكم الطوق على مخيم جباليا وأجبر تقريبا كل سكانه على النزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة. المشهد الطاغي اليوم في المحافظة الشمالية هي مواكب النازحين باتجاه الغرب بعدما توسعت العملية البرية الإسرائيلية لتطال أيضا بلدة بيت لاهيا شمالا. الاحتلال بقذائفها المدفعية وصل إلى المناطق الغربية من مخيم جباليا، أجبر آخر مراكز النزوح وهي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروا على الإخلاء، أيضا وصل إلى منطقة الفالوجة في غرب مخيم جباليا،
أخلى المشافي وتحديدا مشفى كمال عدوان ومشفى العودة من خلال كثافة نارية استهدفت في البداية محيط هذه المشافي قبل أن تصل الآليات الإسرائيلية وتحاصرها وتطالب الطواقم الطبية والمرضى بالمغادرة، وأخضعت عددا من هؤلاء إلى التحقيق، اعتقلت بعضهم ومن ثم سمحت للآخرين بالنزوح نحو المناطق الغربية. في شمال القطاع لا زال الحال على ما هو، مزيد من التوغل الإسرائيلي ومزيد من القصف الذي يطال معظم مناطق المحافظة الشمالية، إضافة إلى أن الاحتلال اليوم أيضا بدأ عملية عسكرية جديدة تستهدف هذه المرة بلدة بيت حانون في أقصى شمال القطاع. شكرا جزيلا يوسف بوكويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس في قطاع غزة. الآن أذهب إلى رام الله، تنضم إلي من هناك الزميلة ولاء السلمين. ولاء أهلا بك. مخيم جنين كان محورا رئيسيا من محاور التوغل الإسرائيلي في نطاق الضفة الغربية خلال 48 ساعة الأخيرة. الصحة الفلسطينية تتحدث عن 12 شهيدا جراء هذا الاستهداف وهذا التوغل، آخر التحديثات؟ نعم همام، يعني منذ صباح هذا اليوم انسحبت قوات الاحتلال التي توغلت في مدينة جنين ومخيمها، استمر هذا الاقتحام لمدة يومين كاملين. نتحدث عن 12 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال وأيضا مزيد من تدمير للبنية التحتية. قدرت هذه الخسائر المادية بحوالي 8 مليون دولار في هذه الناحية للبنية التحتية والخسائر في مدينة جنين ومخيم جنين. أيضا الخسائر الاقتصادية نتحدث عن أكثر من 20 إصابة بينهم حالة خطيرة ومتوسطة برصاص إما القناص وأيضا جنود الاحتلال التي توغلت في أزقة المخيم. شيع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير عند ساعات الظهيرة في مدينة جنين ومخيم جنين وبلدة اليامون. وأيضا كانت القوى الوطنية والإسلامية أعلنت الحداد والإضراب الشامل على أرواح هؤلاء الشهداء. أيضا نتحدث بمزيد من الاقتحامات خلال الساعات الأخيرة. نتحدث عن بيت فجر، كان هناك عشرات الفلسطينيين الذين أصيبوا بحالات اختناق على إثر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وكان هناك الكثير من وابل إما قنابل الصوت أو حتى الغاز المسيل للدموع التي ألقيت على الفلسطينيين، وكان هناك اندلاع مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. أيضا في بلدة دير دبوان شرق رام الله كان هناك بعض المستوطنين قد نصبوا خيمتين. عندما ينصب المستوطنين خيام في مناطق محددة من الضفة الغربية، ذلك يعني تمهيدا لأن تكون هناك بؤرة استيطانية جديدة شرق مدينة رام الله بالتحديد في دير دبوان. أيضا هناك بلدة الرام التي شهدت اندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاقتناق والرصاص الحي واعتقال آخرين. بمزيد من الاعتقالات أيضا التي مارستها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من الشمال وحتى الجنوب، نتحدث عن 18 فلسطيني. يوم أمس ولغاية صباح هذا اليوم، كان منذ 7 من أكتوبر ولغاية هذه اللحظة نتحدث عن 8840 فلسطيني، بينهم سيدات احتجزنا وهن رهن قيد الاعتقال كورقة ضاغطة على ذويهم. طيب، لتسليم أنفسهم. شكرا لك ولاء السلامين من رام الله على كل هذه التفاصيل. الآن أذهب إلى القدس المحتلة، تنضم إلي من هناك الزميلة دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك. ينتظر بعد ظهر الغد أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارات تتعلق بما قدمته أو بالدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر وعدد من الدول لاتخاذ قرار من شأنه يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو قريب من ذلك. هل هناك في إسرائيل أو هل تتوقع في إسرائيل أي سيناريوهات أقرب من أن تتخذها محكمة العدل الدولية في ذلك الإطار، وكيف يمكن لإسرائيل أن تتعاطى مع القرار المفترض؟ بالفعل نتحدث عن أول رد رسمي من قبل الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية قبل قليل نقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قوله بأن إسرائيل لن تعترف بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبأنها ستستمر لتقويض حركة حماس وقدراتها العسكرية هناك، وبأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها. في هذا
الرد الواضح والرسمي. نؤكد ما كنا قد نقلناه في تغطيات إخبارية سابقة أن إسرائيل قالت بأنها لن تعترف بأي قرارات صادرة عن محكمة الجنايات الدولية أو عن محكمة العدل الدولية، وبأنها ستمضي قدما في عملياتها سواء البرية الموسعة في رفح وفي قطاع غزة ككل أو حتى في الحدود الشمالية وما إلى ذلك. التخوف الإسرائيلي الأكبر همام اليوم يتحدثون عن خيارين: الخيار الأول بأن تذهب محكمة العدل الدولية غدا في إصدار قرار يتعلق بوقف الحرب ووقف إطلاق النار بشكل كلي وكامل عن قطاع غزة. الخيار الثاني هو أن يكون هنالك قرار ملزم من قبل المحكمة يتعلق بوقف العمليات العسكرية جنوب القطاع تحديدا. في الحالتين هنالك تخوف وهاجس إسرائيلي، لأن إسرائيل تقول أنه ووفق ما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم ومعاريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، بأنه قد تلجأ إسرائيل أو أن تحتاج إسرائيل مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حق النقض الفيتو إذا ما ذهبوا إلى مجلس الأمن، وكان هنالك قرار من مجلس الأمن يتماهى مع ما تود محكمة العدل الدولية إصداره بوقف النار ووقف العدوان والحرب بشكل كامل. هذا أيضا تقول التحليلات الإسرائيلية وهذا المصدر الإسرائيلي رفيع المستوى أن اتخاذ هكذا قرارات من محكمة العدل الدولية قد تفتح المجال أمام محكمة الجنايات الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار الساسة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. أي أن الهاجس الإسرائيلي اليوم بأن يكون هنالك قرار بالوقف الدائم لإطلاق النار وبأن يكون هنالك قرارات متلاحقة من مجلس الأمن، وخاصة أنه في الفترة السابقة كان هنالك فتور في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل التي هددتها أمريكا بأنها لم تقف بجانبها في المحافل الدولية إذا ما استمرت استهداف المدنيين وتوسيع عملياتها العسكرية تحديدا في رفح. قد يكون أن إسرائيل لا تعترف بقرارات محكمة الجنايات ولا محكمة العدل الدولية، لكن بطبيعة الحال أن ذلك لا يؤثر على تداعيات هذا الحكم إن صدر يوم غد من محكمة العدل الدولية. على أي حال شكرا جزيلا دنا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة. نهاية هذه الجولة مشاهدينا، أشكر جميع الزملاء الذين كانوا معي خلال الدقائق الماضية. الزميل يوسف أبو كويك كان معي من قطاع غزة تحديدا من خان يونس، شكرا لك يوسف. أيضا ولاء السلامين من رام الله، دنا أبو شمسية من القدس المحتلة، شكرا لكم جميعا على هذه المعلومات وعلى كل هذه التفاصيل. ولا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية آية تواصل عملياتها العسكرية. استمع إلى هذه الآليات وتحركاتها وأنا أقف هنا على الجانب المصري من معبر رفح، بينما هي تسير وتتقدم فيما يبدو وتشتبك مع الفصائل من الناحية الفلسطينية من معبر رفح. هذا هو اليوم 17 الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفي الناحية الشرقية لمدينة رفح، وذلك يؤثر بشكل كبير وبشكل أساسي على المساعدات الإنسانية التي تضج بها الأراضي المصرية من ناحية معبر رفح، سواء في منطقة رفح المصرية أو الشيخ زويد أو حتى مدينة العريش. أعود إليك مرة أخرى. شكرا لك همام، وشكر موصول طبعا لشبكة مراسلينا. أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها، مؤكدا أن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومية. كما أضاف وزير الدفاع المصري خلال حضوره أحد الأنشطة التدريبية العسكرية أن الدولة المصرية تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، موضحا أن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين. حرصت مصر منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة على فتح معبر رفح أمام عبور الأفراد والمساعدات الإنسانية للقطاع ولم تغلقه يوما واحدا، وقد وافقت مصر على آلية دخول المساعدات الإنسانية لغزة مع الأطراف المعنية، إلى أن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من جانبه الفلسطيني وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية أسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. المزيد في هذا العرض مع الزميل أحمد عيد. منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كانت مصر قبلة العالم ووجهته في تقديم واستقبال وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
حيث استقبلت عبر مطار العريش فقط المئات والمئات من الطائرات التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، والتي كانت إسرائيل تحاصرهم في قطاع غزة وتفرض عليهم عقابا جماعيا. ولأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، فقد رفضت مصر منذ بدء العدوان خروج مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة قبل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد نجحت مصر بالفعل في فرض إرادتها أمام العالم ومن قبله إسرائيل، وأدخلت شاحنات المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة المحاصرين عبر معبر رفح. ولأن إسرائيل لا تعرف سوى لغة الكذب والافتراء، فقد روج مسؤولوها ووسائل إعلامها على مدار الأيام الماضية بأن مصر هي من تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن حقيقة الأمر الذي لم توضحه إسرائيل أن احتلالها لمعبر رفح من جانبه الفلسطيني وإغلاقه هو السبب الرئيسي في عدم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث ما زالت تتكدس المئات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تنتظر دخولها من الجانب المصري إلى القطاع المحاصر. وفي المقابل تشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن مصر تحملت مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول في أزمة غزة، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية أكثر من 85% من إجمالي المساعدات العالمية التي دخلت إلى القطاع، وهو دليل واضح على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وارتباطها بالشعب المصري. ولأن مصر هي أكثر دول العالم شعورا بحجم المأساة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح التي تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية أكثر من 20,000 شاحنة منذ بدء العدوان، وهو الرقم الذي لم يكن يتم سوى بوجود إرادة مصرية حقيقية لإغاثة سكان غزة. إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو ليس الشيء الوحيد التي قامت به مصر للوقوف إلى جوار سكان القطاع، فقد استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 4,000 مريض ومصاب فلسطيني قدموا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول استقبال المصابين الفلسطينيين من أجل العلاج لديها. منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة كانت مصر مستيقظة للهدف الحقيقي لإسرائيل في حربها المستعرة ضد الفلسطينيين، وهو تفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم إلى مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر وحذرت من تنفيذه وأكدت أنه لن يكون على حسابها وقطعا ليس على حساب القضية الفلسطينية نفسها. وصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية، وأوضحت صحيفة بوليتيكو نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة وحولت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية. ذكرت الصحيفة في تقريرها أن إدارة بايدن تخشى من أن إسرائيل تهدر بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حركة حماس. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. أكدت وسائل الإعلام أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين في الجيش ويتضمن تسوية لنقطة خلاف مع حماس، وأشارت إلى أن الوزيرين في حكومة الحرب بني جانتس وجادي إيزنكوت طلبا نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن. وكان مجلس الحرب صادق
صادق مجلس الحرب الإسرائيلي على استئناف المحادثات المجمدة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة. أقر كذلك مجلس الحرب في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبادئ توجيهية محدثة لفريق التفاوض الإسرائيلي قبل العودة للمفاوضات مرة أخرى. بعد سلسلة من المراوغات والأكاذيب مارسها الاحتلال خلال الأيام الماضية ضد الدور المصري في الوساطة، صادق مجلس الحرب الإسرائيلي على استئناف المحادثات المجمدة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أن جمدت من قبل نتيجة تعنت الاحتلال في بعض بنود الاتفاق. اجتماع مجلس الحرب الذي استمر أكثر من 4 ساعات بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بالإجماع خلال اجتماعه مبادئ توجيهية محدثة لفريق التفاوض الإسرائيلي، وذلك بعد أن رفض نتنياهو خلال اجتماع سابق عرضا قدمه مسؤول ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس نيتسان ألون. تضمن الاقتراح الذي قدمه ألون ورفضه نتنياهو من قبل استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد المحتجزين الأحياء الذين يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء مجلس الحرب بيني غانتس ويوف جالانت وجادي آيزنكوت الذين أعربوا عن دعمهم على مستويات مختلفة لاقتراح ألون، وطلبوا السماح لفريق التفاوض بحرية العمل الكاملة من أجل التوصل إلى اتفاق. يأتي قرار مجلس الحرب الإسرائيلي العودة للمفاوضات بعد مظاهرات كبرى شهدتها مدن تل أبيب والقدس المحتلة لعشرات الآلاف من الإسرائيليين مطالبين بالعمل على الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وسط دعوات لإسقاط حكومة نتنياهو التي اتهموها بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس في إطار المفاوضات غير المباشرة. عودة إسرائيلية بعد مراوغات قامت بها من أجل الضغط على الوسطاء، إلا أن تهديد مصر بإمكانية انسحابها من المفاوضات التي تقودها لإنهاء الأزمة في قطاع غزة أجبر الاحتلال على الانصياع مرة أخرى لإرادة القاهرة لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء. هذا وذكر استطلاع رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون فكرة تقديم موعد الانتخابات العامة. استطلاع الرأي جاء بالتزامن مع غضب الشارع الإسرائيلي خلال الفترة الحالية وتنظيم تظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة وفشله في الإفراج عن المحتجزين. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر غدا الجمعة حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. قالت العدل الدولية أنها سوف تبت غدا في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في قطاع غزة. كانت جنوب أفريقيا قدمت طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. قال الرئيس الإسرائيلي يتحاق هيرتوغ إن إعلان بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيضر بجهود الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. كما أكد هيرتوغ أن هذه الإجراءات يمكن اعتبارها مكافأة على تصرفات حركة حماس، كما ستضر كذلك بالهدف الحقيقي وطريق تعزيز السلام في المنطقة.
كشفت بلدية جنين بالضفة الغربية عن خسائرها في البنية التحتية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في المدينة ومخيمها خلال اليومين الماضيين. أوضحت بلدية جنين أن حجم الخسائر في البنية التحتية قدرت بأكثر من 8 ملايين دولار. يذكر أن جرافات الاحتلال قامت بتدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء بشكل كلي داخل مخيم جنين. هذا وشيع آلاف الفلسطينيين جثامين 12 فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. كان جيش الاحتلال اقتحم جنين ومخيمها صباح الثلاثاء الماضي، واستمر عدوانه لما يزيد على اليومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، وخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية. كما قصف الاحتلال بصواريخ النرجة ما يزيد عن 10 منازل وهدم منزل بالكامل. انتهت نشرة الثالثة، نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. الصحة الفلسطينية تطلق تحذيرا من موت يهدد عشرات المرضى في مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاد الوقود. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 17 وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. وبهذا تكون انتهت نشرة الثالثة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة. كنت معكم على مدار الساعتين الماضيتين أنا آية لطفي، ولكن التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.